خش يا ليلى. اتفضلي، نورتي بيتك. خالد والنبي انا مش عايزه اضايق حد عشان خاطري. حد ايه؟ في حد بيضايق اهله؟ اه صوفيا. صوفيا انت زي صوفيا بالظبط، مش عايز اسمع الكلام ده. خالد اصل المشكله في ان انا كل ما اشوفك بفتكر يوسف. تشابه في كل حاجه بالظبط. وانا كنت بحب يوسف قوي، كنت بحبه اكتر من اي حاجه في الدنيا، فانا مش هقدر اشوفك على طول قدامي غصب عني. وهو ده اللي انا عايزه. خالد، خالد البنت دي لو قعدت في البيت هنا ثانيه واحده انا مش هبات فيه. صوفيا، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ يا ريت يا خالد تقول لي ايه اللي في دماغك بالظبط، عشان لو ناوي تتجوزها ابقى انا عامله حسابي. وماله؟ عشان كده يبقى خد كل الحاجات اللي يوسف عملها، مراته في السر ومراته في العلن ولاده كلهم واللي ببطنك كمان فوق البيعة. صحيح انت ما قلتليش هو اللي في بطنك ده جبتيه منين؟ انت بتقولي لا 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 انا فهمتني غلط. كل حاجه تضربني كده اوعى ايدك. انا هفهمك انا قصدي ايه. اصل يوسف اللي كان على الحجر كان واخد كل حاجه، وانت ما كنتش بقى محقق نفسك وهو عايش، فبتحاول تحقق نفسك وهو مش موجود. فينك يا يوسف؟ خلاص خلاص خالد لو سمحت قولي هتعمل ايه دلوقتي حالا. ليلى ليها زيكم بالظبط، هي كانت متجوزه يوسف والواد ده ابنها. يعني ابني؟ يعني انت هتتجوزها؟ مش وقته يا صوفيا. لا وقته. مش وقته. انا عايز اعرف دلوقتي. صوفيا، صوفيا تعبت، صوفيا اتحملت كتير قوي على فكره. صوفيا اكتر واحده اتعذبت في البيت ده، صوفيا الوحيده اللي وقفت جنبك وتحملت خيانة أخوك وقرفه، وتحملت طلب أبوك إنها تتنزل على حقوقها. صوفيا مش هتقعد لك هنا أكتر من كده. خالد، خالد لو سمحت روح لها، ما تخليهاش تبقى زعلانة كده. لا 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 مش عارف. لو سمحت يا خالد اسمع كلامي وروح لها عشان خاطري. برافو. انتي ايه اللي جابك؟ وايه اللي جابني؟ مش كلامك ده؟ ما قدرتيش تستني للصبح صح؟ لا انا عايزه بس افهم منك بالراحه كده وبهدوء، انت عايزاني اعمل ايه عشان اعرف امخمخ؟ عملتي طيب انك جيتي بجد؟ مش متضايقه يعني؟ لا هو وعدني ان هو هيطلقني. هيطلقني. البيت كله ما بقاش فيه غير حريمك يا خالد، ومن الواضح ان هو ده اللي انت كنت عايزه من البدايه. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده بس؟ في ايه يا صوفيا؟ اللي بقوله هو اللي بيحصل يا خالد. انا بس نفسي تريحني وتقولي انت عايز ايه. انا كل خوفي انه كلام روعي يطلع صح. خالد انت فعلا كل يوم بتبقى شبه يوسف اكتر من اليوم اللي قبله. كلام روي يطلع صح ايه بس؟ انت مش فاهمه حاجه. طب فهمني، فهمني عشان انا عقلي عمال يجيب ويودي وخلاص دماغي قربت تشت. انا عمري ما حبيت حد في الدنيا دي غيرك، صدقيني يا صوفيا. روي تكوني فاكرة إن أنا هسمع كلام بابا وأسيب روي تعمل اللي هي عايزة تعمله. أنا بس مش عايز أزعله. تأكدي إن كل واحدة فيهم هتاخد جزاها. تقوم تجيب ليلى تعيشها معانا في البيت وتتجوزها صح؟ بص يا خالد، أنت لو قررت إن أنت هتتجوز ليلى لازم تفهم إن أنت كده تبقى بتقطع علاقتك بيا نهائيا، وده اخر كلام عندي. انا خلاص هسافر لندن، والمره دي بجد
اقعد مع بابا واخد ولادي في حضني واكمل حياتي هناك. انا اصلا ما كانش لازم ارجع مصر، انا رجوعي مصر كان غلطه، وحبي ليك كمان كان اكبر غلطه. ليلى لازم تفضل هنا، ولازم تفضل تحت عينيا لحد ما اعرف اللي انا عايز اعرفه، عشان لما الف حبل المشتاق حوالين رقبتها ما لومش نفسي لحظه. خم راويه بقى، راويه مش هتاخد اي حاجه ولا هتقعد في البيت ده لحظه بعد ما اعرف اللي عايز اعرفه. انا بس مش عايز ادخل بابا في مشاكل. يعني ايه يا خالد؟ يعني انا لا يمكن اتجوز واحده زي ليلى. يا صوفيا، ليلى هي اللي قتلت يوسف، انا متاكد ان هي اللي قتلته، مع سبق الاصرار كمان، ما كانتش بتدافع عن ابنها زي ما بتقول. بابا كان معاها حق، ليلى دي شيطان ولازم تاخد جزاها. في امور كانت غايبه عننا في المرحله الاولى من القضيه، لكن ان شاء الله هنستدرجها في الاستئناف. قسيمة الجواز كانت هتفرق معانا قوي، على الأقل يعني بالنسبة لنسب الطفل. إيه اللي أنا مش فاهم حاجة؟ معناته إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا أمير؟ خير خير إن شاء الله. إحنا هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان نجيب لها حكم مخفف. مخفف إيه؟ يا متر أنت قلت لي إن البراءة إيه مضمونة، وبالأخص إنها كانت في حالة اللي بتدافع عن نفسية. أيوه بس الأمور مش سهلة قوي كده. أمال يعني كده؟ نسيب البت تموت، اللي يبقى أمها ماتت وهي بحسرتها، واللي البت كمان يمكن تموت، واللي سمعتها لسه في الطين وزي الزفت. وكل ده ليه؟ الا عشان ما فيش حاجه بتخلص بسرعه، ولا عشان كل حاجه بتاخد وقت، وسمعه الناس دي ايه اللي ملهاش اي اعتبار؟ طب انا عايزك بس تهدى، انت متعصب ليه يا سيدي؟ انا لاني متعصب ولا حاجه، انا كويس اهو، الا اني كل الحكايه عايز اعرف اخره السهريه دي ايه. يا متر انا مش قادر اوري وش الناس في البلد، الا انا حاسس اني غلطان اني ما سمعتش كلامهم وخلصت عليها من الاول. لا 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 لا، تخلص ايه؟ معقول برضو انت معقول تعمل كده؟ ان شاء الله احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه عشان الحق يبان. يبان؟ يبان بعد ايه يا متر؟ بعد ما خلصت سمعتنا وسيرتنا تبقى بقت في الطين. اسمع يا متر، وحات والديك اللي خليك دغري معايا واللي بالك لف ودوران، وقول لي اخره السهره دي ايه دلوقتي؟ خير ان شاء الله، انا عايزك بس تهدى. اطلب لك ليمون؟ يا عم انا عايز ليمون ولا عايز حاجه، الا اني زهقت خالص. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.